باس. غطاء البلاعة الخطير. ها؟ كرامة أطفال صغار. يقفزون ويمرحون. مرحى مرحى، أين أنتم الآن؟ أنا مرحبا، أنا النقيب لابرادور. نقيب لابرادور، الأرنبة الصغيرة مفقودة ولا يمكننا العثور عليها في أي مكان. أرجوك تعال وساعدنا. لا تقلق يا صغير، سنكون هناك. نقيب لابرادور، كنا نلعب مع الأرنبة الصغيرة هنا وفجأة اختفت. لا تقلقا، سوف نجد الأرنبة الصغيرة. صحيح، لا يوجد قضية لا أستطيع حلها. آثار الأقدام موجودة فقط على أغطية البلاعات. هاي أيها الصغيرات، ما اللعبة التي كنتم تلعبونها للتو؟ القفز على أغطية البلاعات، إنها ممتعة. توقفا، القفز على أغطية البلاعات يمكن أن يكون خطيرا جدا. انتبها. دوبي. إنها نتنا. انظروا إلى هذا، إنه شريط الأرنبة الصغيرة. لا تقتربا من غطاء البلاعة، سأنزل لمساعدة الضابط دوبي في العثور على الأرنبة الصغيرة. المكان هنا رائحته كريهة، هذا الطريق مسدود. من الأرجح أن تذهب الأرنبة الصغيرة من هذا الطريق. النفق يتفرع هنا، أي طريق يجب أن نسلك؟ دعني أستمع. من ذاك الطريق. لا، ابقوا بعيدا عني. أيها الأرنبة الصغيرة. ابتعدوا. لابرادور، لا تقلقي أيتها الأرنبة الصغيرة، سنخرجك من هنا. لا، مياه الصرف قادمة من هذا الاتجاه. هيا نركض. إنها تتدفق بسرعة كبيرة. دوبي، استخدم تلك الألواح. اقفز الآن. يا أطفال تذكروا، لا تقفزوا أبدا على أغطية البلاعات ثانية، يمكن أن تكون خطيرة جدا. كان الأمر مخيفا جدا في
حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، لا تسيروا فوق أغطية البلاعات في الشارع، ابتعدوا عنها أثناء المشي، قد تسقطون وتتأذون إذا دستم على غطاء بلاعة مكسورة أو بالية. كما أن أنابيب الصرف الصحي المعقدة والغازات الضارة ومياه الصرف والصراصير والفئران تحت غطاء البلاعة ستجعل من الصعب عليكم الصعود إلى الخارج. أوف. الكوالا الصغير مفقود. البطة الصغيرة، الأرنب الصغيرة، الكوالا الصغير. الكوالا الصغير، أين هو الكوالا الصغير؟ الجو حار جدا. دوبي، ستشعر بالبرودة إن اكتفيت بالاسترخاء. مرحبا، أنا النقيب لابرادور. نقيب لابرادور، معك الآنسة نعجة من الحضانة. تلميذي الكوالا الصغير مفقود، أرجوك ساعدني. لا تقلقي، سنكون هناك. إنه ساخر جدا. آنسة نعجة، متى علمت أن الكوالا الصغير مفقود؟ اكتشفت ذلك عندما كنت أحصي الأطفال القادمين في الحافلة المدرسية. ماذا أفعل؟ لقد فهمت. يا صغار، هل رأيتم الكوالا الصغير يستقل الحافلة المدرسية؟ نعم رأيته. الكوالا الصغير دائما ينام في الحافلة. ربما لا يزال في الحافلة. أين الحافلة الآن؟ بالعادة تذهب إلى موقف الحافلة المدرسية بعد إنزال جميع الأطفال. هل تعتقد أنه هناك؟ سنذهب للبحث عنه. لا تقلقوا، لا يوجد قضية لا يمكنني حلها. هذا هو موقف الحافلة المدرسية. قد يكون السائق السيد ياك هنا. وجدته سيد ياك. سيد ياك. أنا آسف جدا، لم أقصد ذلك. أنتما مع الشخص بخطأ. أنا بفالو، شعر السيد ياك أطول بكثير من شعري. أحيانا أتساءل ما إذا كان بإمكانه الرؤية أثناء القيادة. حسناً، هل تعرف أين السيد ياك الآن؟ لا، أنا لا أعلم، حافلته ليست هنا. هذا هو جدول عمل السائقين. هذا شعار صالون المقص الذهبي. من المحتمل أن السيد ياك يحلق شعره هناك. هيا بنا. الجو حار جدا. أين أنا؟ لا أستطيع الخروج، ساعدوني، ليساعدني أحد. إنه الكوالا الصغير، إنه عالق داخل الحافلة. أو لا، لقد أغمي عليه، لنذهب لإنقاذه الآن. أو لا، نحن عالقان، يجب أن نركض. هيا بنا. Ah!
أيها الجوال الصغير، اتصل بسيارة الإسعاف الآن. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يجب على السائقين والآباء الحرص على عدم ترك الأطفال بمفردهم في السيارة، خاصة في الصيف. يمكن أن ترتفع درجة الحرارة داخل السيارة بشكل كبير، لذلك قد تكون حياة الأطفال في خطر. أيضاً يجب أن يتذكر الأطفال دائماً النزول من الحافلة في المحطة الصحيحة. إذا علقت ذات مرة في سيارة، فحاول الذهاب إلى مقعد السائق وافتح الأبواب أو أطلق البوق لجذب انتباه الناس. رجاءً تذكروا هذه الإرشادات. المكالمات الخطيرة. واو! انظر إنه جسم غامض. مثلجاتي! دب بني هارب. إذا رأيته اتصل بالشرطة على الفور. مرحبا، أنا النقيب لابرادور. نقيب لابرادور، لقد رأيت الدب البني الهارب. ماذا؟ أين هو الآن؟ إنه يختبئ في شارع الوردة 10. احمي نفسك وابقى في أمان، سنكون هناك. المكان مليء بالغبار ولا يوجد أي أثر أقدام. هذا المكان كان مهجوراً لفترة طويلة جداً. هل يكون ذلك؟ نقيب لابرادور، الدب البني يلاحقني. أنا مختبئ بالقرب من خلايا النحل. وجدتك. إنه ليس الدب البني، إنه الدب الأسود. هل من مشكلة أيها الشرطي؟ أنا هنا فقط لشراء قليل من العسل. سأتصل بالشرطة ثانية وأكذب بشأن الدب البني. الدب البني. بالنظر إلى الاتصالين الكاذبين، أنا متأكد أن الثعلب الصغير أجراهما فقط للتسلية. ماذا؟ ثعلب صغير؟ مقالب هاتفية؟ ها؟ كاذب، أنت تكذب مجددا. ماذا أنت؟ ألا تعلم أن اتصالك الكذب بالشرطة أمر مخالف للقانون؟ لا أظن أن الثعلب الصغير يكذب. استمع إلى صدى وصوت المحرك، قد يكون محاصرا في سيارة الآن. الدب البني! بلى، أنا الدب البني، الجميع يخاف مني. اتباع! أيها الدب البني،
أوقف السيارة! أوقف السيارة الآن! ها؟ الشرطة! إنهما مزعجان جدا! دعني أريهما ما يمكنني فعله! لا! إنهما ورائي! يجب أن أركض! توقف هناك! لا يمكنك الهرب منا! كنت خائفاً جداً! لا بأس، أنت بأمان الآن، لكن تذكر لا يجب عليك إجراء مكالمات كاذبة مع الشرطة لأجل التسلية. أنا آسف جداً. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. إجراء مكالمات كاذبة مع الشرطة مخالف للقانون، إنه يقود الشرطة لأماكن خاطئة وبذلك لا يستطيع الحصول على المساعدة من هو بحاجة لها. يا أطفال، رجاءً اتصلوا بالشرطة فقط حين تكونون فعلاً في خطر. لا تقوموا أبداً بإجراء مكالمات كاذبة مع الشرطة فقط لأجل المرأة. وف! تشيك الصغير مفقود. لا أستطيع التحمل أكثر من هذا. أخي، أريد بعض المثلجات. انتظر دقائق قليلة فقط. حسناً. مثلجات، سأتناول بعض المثلجات. مرحباً يا صديقي الصغير، أعرف متجر مثلجات جميلاً جداً. يمكنني أن أخذك هناك. لكني لا أعرف من تكون، لن أذهب معك. تعال، أنا صديق والديك. ألا تتذكر أنني احتضنتك عندما كنت صغيراً؟ تعال أسرع وإلا ستنفد المثلجات بالكامل. أنا لنذهب لشراء بعض المثلجات. أخي، أين هو؟ مرحبا، أنا النقيب لابرادور. نقيب لابرادور، أخي الصغير مفقود. ماذا علي أن أفعل؟ لا تقلقي يا صغير، سنكون هناك. نقيب لابرادور، لقد كنت للتو في دورة المياه، لكن عندما خرجت اختفى أخي الصغير. أرجوك ابحث عن أخي الصغير. لا تقلق يا صغير، لا يوجد قضية لا أستطيع حلها. شيك الصغير! هذه نوبة أخي الصغير. إذن لابد أنه قريب من هنا، لنواصل البحث. ذلك الرجل يبدو مريبا، إنه ينظر حوله باستمرار. لابد أنه يخبئ الشيك الصغير في مكان ما. توقف هناك! ماذا؟ إنه ليس الشيك الصغير. ما الذي تتحدث عنه؟ انظر، إنه حدبي. كان يمكن أن تطلب ذلك بلط. لماذا مزقت ملابسي؟ آسف، أنا آسف جدا. سيد جمال، هل رأيت كتكوتا صغيرا ذا وجه ممتلئ ويرتدي قبعة منقوشة؟
حسناً، نعم رأيت، كان مع ثعلب أحمر وقد ذهب إلى الغابة. هذا ليس جيداً، قد يكون الثعلب الأحمر هو الخاطف، يجب أن نعثر عليه. يوجد ثلاثة طرق، ما الطريق المناسب برأيك؟ المكان موحل هنا، لذا لا بد أنهما تركا بعض آثار الأقدام. لنبحث عن آثار أقدامهما. وجدتهما، هذه آثار أقدام الثعلب الأحمر والتشيك الصغير. لقد ذهبا من هذا الطريق، لنذهب. لقد أطلنا المشي إلى المتجر. لم أعد أرغب بتناول المثلجات الآن. أريد العودة إلى البيت. البيت؟ لا، لا يمكننا العودة إلى البيت. يساعدني أخذها. توقف. النقيب لابرادور. لا أحد يستطيع الهروب مني. خذوا إلى مركز الشرطة. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، عندما تخرجون لا تتجولوا بمفردكم أو تأخذوا الأشياء من الغرباء. إذا قالوا لكم إنهم سيأخذونكم إلى البيت يجب أن ترفضوا، وإذا هددوكم فلا تترددوا أبداً في الصراخ وطلب المساعدة من الآخرين من حولكم. تذكروا هذه النصائح. من هو السائق المشاغب؟ زوم زوم. واو، إنه رائع. زوم زوم. أوش. ماذا حدث؟ مرحبا، أنا النقيب لابرادور. نقيب لابرادور، معك الجاموس. أحدهم صدم سيارتي. هذا شيء فظيع. لا تقلق، سنكون هناك. سيد جاموس. نقيب لابرادور، انظر إلى هذا. كانت سيارتي مركونة بشكل جيد هنا، لكن أحدهم صدمها، والأكثر من هذا سيارتي شديدة تماماً. سيد جاموس، هل رأيت من فعل هذا؟ عندما نزلت من سيارتي كان الشخص قد غادر حينها. لم أرى أحداً. لا تقلق يا سيد جاموس، لا يوجد قضية لا أستطيع حلها. يبدو من مظهر الضرر وكأنه حادث سيارة. وجدتها. ماذا؟ عندما تصطدم سيارتان ببعضهما البعض يمكن أن تترك أحداهما علامة طلاء على الأخرى. انظر هنا، ربما كانت سيارة صفراء لامعة. سيارة صفراء لامعة؟ أظن أن الفهد لديه سيارة سباق باللون نفسه. لابد أنه الفهد. يجب أن نتحقق أولاً. سأجده أسأله عنها. أيها الفهد، اخرج. يا فهد، أنت صدمت سيارتي، أليس كذلك؟ هيا يا سيد جاموس. أنا سيارتي صدمت أيضاً. ماذا؟ سيارتي كانت هنا طوال اليوم ولم أقدها حتى، لكن انظر إلى هذا. هذه السيارة تعني لي الكثير. لم أكن أعلم ذلك.
من ترى وصلنا سيارتينا؟ صدمت السيارة من الداخل. هذا غريب. سيد فهد، هل هذا ابنك؟ أجل، لطالما أراد أن يكون أفضل متسابق سيارات على الإطلاق. دوبي، أرني صورة سيارة السيد جاموس. كلا السيارتين صدمت على الجانب السفلي. لن يحدث ذلك إذا اصطدمت سيارتان عاديتان ببعضهما البعض. أها، ماذا لو صدمتهما سيارة ألعاب؟ سيد فهد، أين ابنك الآن؟ لم أره منذ الصباح. أوه لا، قد يكون الفهد الصغير في خطر. ماذا؟ أنت بطيء جدا، انظر كم أنا متسابق سيارات عظيم. احترس. صغيري، هل أنت بخير؟ لقد كنت قلقاً جداً. الآن وجدنا المشاغب، لقد كان الفهد الصغير. يا صغير، يجب أن لا تقود سيارة الألعاب خاصتك في الشارع ثانية. أنا آسف جداً، لن أفعل ذلك ثانية. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، من الخطر الشديد قيادة سيارة الألعاب في الشارع، فقد تتعرضون لحادث مروري. دوماً عليكم القيادة في أماكن آمنة وبجانب أبويكم. أوف! وحيد القرن الصغير خطفه الوحش. برتقالة، موزة، نصف تفاحة متعفنة. واو يا نقيب لابرادور، كان ذلك رائعاً. كان الأمر سهلاً جداً، حتى أني أعلم أنك لم تستحم منذ 3 أيام. مرحباً، أنا النقيب لابرادور. أيها النقيب لابرادور، لقد خطف الوحش وحيد القرن الصغير. أرجوك ساعدني. لا تقلقي يا صغيرتي، سنكون هناك. ماذا تقصدان أن وحيد القرن الصغير قد أخذه الوحش؟ حسناً، كنا نلعب الغميضة ثم بحثنا عنه في كل مكان، لكن لم نتمكن من العثور عليه. أخبرتني جدتي أن هناك وحشاً لا يأخذ سوى الأطفال الذين لا يستحمون. لقد كانت رائحة أقدام وحيد القرن الصغير كريهة جداً، لذلك لابد أن الوحش هو الذي خطفه. حسناً يا أطفال، لا يوجد هناك وحش. انتظر، رائحة أقدام وحيد القرن الصغير كريهة؟ هذا دليل مهم، إذا تتبعنا رائحة قدميه سنجده. الرائحة؟ وجدته! رائحته
أعتقد أنني شممت الدليل. لا داعي لذلك، إنه مجرد حذاء كريه الرائحة. لابد أن وحيد القرن الصغير مختبئ هنا. مرحبا يا وحيد القرن الصغير، لا تقلق سأخرجك. وحيد القرن الصغير، الاختباء في الخزانة خطير جدا، لا تفعل ذلك ثانية، موافق؟ لن أفعل ذلك ثانية. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، رجاء توخوا الحذر عند لعب الغميضة، لا تختبئوا أبدا في خزانة أو صندوق، يمكن أن ينفد منكم الهواء. ولا تختبئوا في أماكن ضيقة تحت الأريكة، يمكن أن تعلقوا. السلالم والشرفات خطيرة أيضاً، يمكن أن تسقطوا وتتأذوا. تذكروا، لا تختبئوا أبداً في الأماكن الخطرة.